عن عمر رضي الله عنه أنه قنت في صلاة الفجر للنازلة، فيبدو أنه قد اقتصر على القنوت في صلاة الفجر، هل يصح هذا؟ من أين بدا لك هذا؟ قرأته قبل أيام. عفوا حتى عن الجواب. نعم، أنا ما أسألك من أين أخذت هذا الأثر. نعم، أخذت قلت لك من أين بدا لك هذا؟ من خلال اللفظ والصيغة التي ذكرها وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قنت في صلاة الفجر للنازلة، فيبدو أنه اقتصر على صلاة الفجر. من أين أخذت يبدو يا أبي؟ ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. نعم، يعني لما لم يقل ابن قدامة رحمه الله قنت في الصلوات كلها؟ أنا ظننت رح توصي الجماعة أنه يعجلوا للصلاة. لا، من الدرس الجماعة لا يوجد رجل لما لم يقل رحمه الله أنه قنت في الصلوات كلها. الإمام ابن قدامة رحمه الله. ها ايش يجب ان تفرق؟ فطرت انا فرق ركعتين. نعم، بس بين الراوي ابن قدامة يذكر رواية وقعت له. كيف؟ فأنت بدل ان تقول لما الراوي تقول لما ابن قدامة. نعم، التشهد الاول. طب شيخنا من خلال يذكر اذا لا البركة ما حصلت تماما. أنا بدي أقول يجب أن تقول الراوي لماذا لم يذكر القنوت. الراوي لما لم يذكر؟ الجواب لأن القنوت في الصلوات الخمس معروف. نعم، معروف. ما ينبغي يعني أن من عمل. لكن القنوت للنازلة في الوتر غير معهود ولا معروف، ولذلك ذكر هذا الذي هو غير معروف الراوي. الوتر أمس الفجر هو ذكر الفجر ابن قدامة. ابن قدامة سامعك الله يا اخي، عم نحكي عن الراوي. الراوي اختلف عليه الامر يعني؟ لا، اجيبك عن سؤالك لماذا لم يذكر قنوت في الصلاة الخمس.